لو سمحت لو سمحت شوية طيب واقفين يا طيب معاك لا لا انت مكانك بيتك سلام بيتك نعزي انفسنا ونعزي اهالي الشهداء فنقول ان القلب ليحزن وان العين لتدمع ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ألهم آلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان سيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي السادة رؤساء الأركان النوعية رؤساء الهيئات والإدارات بالجيش الليبي السادة الضيوف من وزارتي الدفاع والداخلية والمنظمات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني السادة الملحقين العسكريين الأفاضل السادة الإعلاميين الحضور الكرام نرحب بكم جميعا ونثمن عاليا حضوركم افتتاح هذا المعرض الخاص الذي تنظمه إدارة الهندسة العسكرية تحت الإشراف المباشر من سيدي رئيس الأركان العامة السادة الحضور بعد دحر الميليشيات المعتدية على طرابلس خلفت وراءها هذا العدو الخفي ألا وهو الألغام والمفخخات والتي إلى تاريخ الثلاثاء 7/7/2020 وحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب التابع إلى وزارة الدفاع بلغت أعداد الضحايا ضحايا الألغام والعبوات الناسفة في جنوب طرابلس ومدينة سرت كما يلي عدد الوفيات 50 ضحية عدد المصابين 94 مصاب أي أن إجمالي عدد الضحايا خلال 47 يوما قد بلغ 144 ضحية لهذا السبب رأت إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة إقامة هذا المعرض الخاص بالألغام والمفخخات ومخلفات الحرب التي تم إزالتها من جنوب عاصمتنا الحبيبة وذلك لتنبيه وتوعية المجتمع المحلي بمخاطر المتفجرات وإرسال رسالة للعالم أجمع بحجم وخطر الألغام والمفخخات التي زرعتها العصابات الإرهابية التابعة للميليشيات الإنقلابية المعتدية على الشرعية وعلى أرواح وممتلكات المدنيين الأبرياء الآن أترك الكلمة لسيد رئيس الأركان العام للجيش الليبي فليتفضل السادة الملحقين العسكريين السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني السادة كافة الحضور في هذا المكان الذي أعد لهذا الغرض نرحب بكم جميعا باسمي وباسم منتسبي رئاسة أركان العامة نشكر حضوركم أولا ونترحم على شهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن ودفاعا عن الشرف والعزة ودفاعا عن حرية الدولة الديمقراطية الدولة المدنية التي يتمناها كل الليبيون خضنا معركة الشرف من أجل بناء الوطن
من أجل بناء الدولة المدنية، والمؤسف إنه قابلنا عدوا شرس استخدم كافة أنواع الأساليب التي من شأنها أن تضر بها بمجتمعنا الليبي من تكوينه ومجتمعه ونسيجه. استخدم الجنجويد، استخدم عصابات الارتشادية، استخدم الفاغنر الروس، واستخدم جميع أنواع الأسلحة ومنها المحرم دوليا كالألغام المضادة للأفراد، واستخدم المفخخات التي أودت بالكثير من المواطنين الراغبين في العودة إلى منازلهم بعد معاناتهم طيلة فترة الحرب التي امتدت حوالي 14 شهرا وأودت بأرواح الكثير منهم. ولذلك عقدنا العزم على أن وإدارة هندسة بالتعاون مع إدارة هندسة بإقامة معرض لنوري العالم جرائم هذه العصابات وعلى رأسها المجرم الحربي حفتر الذين قاموا بزرع الكثير من المفخخات والألغام في منازل المواطنين. ولذلك نأمل من وزارة العدل ووزارة الداخلية والوزارات ذات علاقة بأن ترفع دعاوى قضائية للمقاضاة هؤلاء المجرمين عبر الجهات المختصة مثل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات العلاقة لمقاضاتهم عبر محكمة الجنايات الدولية. ونتقدم بالشكر لدولة تركيا وأوطاء إيطاليا لمساعدتهم لنا ومد أيديهم بخصوص مساعدتنا في نزع الألغام ونزع المفخخات، ونطلب منهم المزيد. وكذلك نشكر منظمات المجتمع المدني ومنظمات المحلية لقيامهم بدورهم في هذا المضمار بالتحديد اللي هو في إزالة الألغام وإزالة المفخخات بالرغم من قلة الإمكانيات. كما يتوجه بشكر خاص لإدارة الهندسة العسكرية لما قدموه من عمل خلال هذه الفترة بالرغم من قلة الإمكانيات. وإحنا طبعاً الخبرات عندنا متوفرة والأفراد متوفرين، ولكن قلة الإمكانيات هي اللي عطلت بعض من عملهم، ولكن نوجه لهم التحية ونوجه لهم الشكر. وكذلك نتوجه بالشكر للمواطنين اللي يتعاونوا معنا بأن لم يعودوا إلى منازلهم حتى يتمكن الفرق الهندسة من إزالة بعض المفخات وبعض الألغام، لأن هذه الألغام وهذه المفخات عملت بطريقة خبيثة جدا. وبالتالي نطلب منهم من هذا المنبر أيضا أن يتريتوا في العودة إلى منازلهم حتى يتمكن فرق الهندسة من إزالة بعض المخلفات والألغام بالرغم من قلة الإمكانيات اللي ذكرناها في السابق. نشكركم جميعا على الحضور، ونتمنى لإدارة الهندسة والفرق المتخصصة في إزالة الألغام النجاح في عملهم وأن يحفظهم الله، ونشكركم جميعا. نشكر السيد الرئيس على كلمته المعبرة. الآن الكلمة لسيدي مدير إدارة الهندسة العسكرية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي رئيس الأركان العامة، السادة رؤساء الأركانات النوعية ورؤساء الهيئات والإدارات بالجيش الليبي، السادة الضيوف من وزيرتي الدفاع والداخلية، السادة الملحقين العسكريين الأفاضل، السادة الإعلاميين الحضور الكرام، نرحب بكم جميعا في هذا المعرض الخاص بإدارة الهندسة العسكرية لإزالة الألغام والمفخخات الحرب. في البداية الرحمة والمجد والخلود للشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، سائلين مولانا أن يجعلهم في عليين في جنته الخالدة، ونسأل الله الشفاء العاجل
لجرحى العمليات العسكرية وضحايا الألغام والقذائف العشوائية التي زرعت في منازل المدنيين. نتقدم بالتحية والتقدير لجميع الأبطال المقاتلين عسكريين وثوار في الخطوط الأمامية لجبهات الدفاع عن الشرعية والقيم الوطنية والدولة الليبية وعاصمتها طرابلس الشامخة بهذه الانتصارات العظيمة، وطردهم فلول القوات الغازية التي ارتكبت أبشع الجرائم دون أي اعتبار لشريعتنا الغراء أو معاهدات ومواثيق دولية أو تشريعات وطنية، وحتى ما يعرف بأخلاق الحرب. استهدفت الأشخاص المدنيين، دمرت المنشآت والمرافق الحيوية، وقصفت الأحياء السكنية بقذائفها العمياء والعشوائية. لم تسلم منهم حتى الأعيان المحمية بموجب المواثيق الدولية كالوحدات الطبية، مستشفيات وسيارات إسعاف وطواقم طبية بشرية. وكان آخرها زرع الألغام في مساكن المدنيين وتفخيخها بالألغام والأشراك الخداعية وربطها بمخلفات الحرب من القذائف التي لم تنفجر، وذلك لتعطيل الحياة الإنسانية. أيها السادة الحضور، نفتتح اليوم معرضاً للألغام التي استخدمتها القوات الغازية والتي راح ضحايتها العديد من السكان المدنيين الذين هجروا عنوة من منازلهم وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر العودة الآمنة لبيوتهم، فخطفهم الموت بهذه الألغام القذرة والوسيلة الوحشية التي زرعت بها. نعرضها اليوم حتى نوثق جرائمهم ووحشيتهم أمام العالم والتاريخ ليكونوا شهداء عليهم وعلى جرائمهم. ونطالب كل الجهات القضائية الوطنية والدولية أن توثق هذه الألغام كدليل على جرائمهم والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الغازية والمرتزقة المتحالفة معها. أيها السادة الحضور، مسألة الألغام محط اهتمام الرأي العالمي منذ عقدين من الألفية الماضية، وقد بذلت الجهود الدولية على جميع الجبهات من أجل التصدي لهذه الأهف الفتاكة، وقد عقدت العديد من المؤتمرات الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات التي تحرم الألغام أو مخلفات الحرب من المتفجرات أو الذخائر العنقودية التي لا تنفجر عند ارتطامها بالأرض، فتستقر وتتحول إلى ألغام في أبشع صور انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي توفر الحماية للمدنيين، والبروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977، وخاصة المادة 13 منه الفقرة 2 التي تنص على أنه لا يجوز أن يكون السكان المدنيين محل للهجوم وخطر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. أيها السادة الحضور، من جهود الأمم المتحدة الرائدة في هذا المجال في 18 ديسمبر 1997 تم اعتماد اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد وما يعرف باتفاقية أتوا، ودخلت حيز النفاذ في الأول من مارس 1999، وهي تعتبر من أسرع الاتفاقيات نفاذاً في العالم، وهي خطوة هامة في اتجاه تحريم استعمال الألغام البرية المضادة للأفراد بسبب ما تنطوي عليه من أثار رهيبة ومروعة على السكان المدنيين. واستصدرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة توصية بتاريخ 8 ديسمبر 2005 ميلادي بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام والاحتفال به. هذا اليوم العالمي في مجال الألغام استخدمه المتمرد كتاريخ لحملته الوحشية على العاصمة طرابلس. وفي الختام نشكر زملائي من أفراد إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة وكل الفرق العاملة من الزملاء بوزارة الداخلية والفرق المتطوعة والمنظمات المحلية في مجال إزالة الألغام على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل تفكيك ونزع الألغام ومخلفات الحروب من القنابل التي لم تنفجر حتى تكون العاصمة طرابلس
مدينة آمنة خالية من الألغام ومخلفات الحروب، وينعم شعبنا بالحرية التي تحققت بثورة 17 فبراير. حفظ الله العاصمة، حفظ الله ليبيا. شكراً لسيدي مدير إدارة الهندسة العسكرية على هذه الكلمة. الآن الكلمة لرئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نترحم في البداية على الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونرحب بكافة الضيوف الكرام. وفقا للقانون الدولي الإنساني للحرب حدود، وما شاهدناه منذ بداية العدوان 4/4 وحتى الآن، إن الطرف المعتدي لم يلتزم بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، فقد قام بالعديد من الهجمات العشوائية على الأحياء السكنية بشكل عشوائي، مما تسبب في إزهاق العديد من المدنيين. كذلك القصف المتكرر للمطارات بدون مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وهو مبدأ الحيطة والحذر، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب. كذلك قام باستهداف الكثير من المستشفيات الميدانية، الكثير من سيارات الإسعاف، الكثير من المستشفيات العامة، وهذا كله خرق صارح للقانون الدولي الإنساني. كما قام باستهداف مركز إيواء المهاجرين واستهداف الكلية العسكرية التي نحن بها الآن، وتم قتل 26 طالب من منتسبي الكلية العسكرية. هذه الفئة المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث أن هؤلاء الطلبة لم يشاركوا في العمليات العسكرية، لم يحملوا السلاح مع أي طرف، تم استهدافهم وقتلهم بدم بارد، وحسب إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة في 15/1 بشأن الحالة للمنطقة الغربية، أفاد بأن طائرة مسيرة داعمة للقوات المعتدية هي من قامت بهذه العملية، وهذا تأكيد على أن الطرف المعتدي هو من قام بعملية استهداف الكلية العسكرية. وكذلك التقارير الفنية من إدارة الهندسة العسكرية ومن جهات الفنية الأخرى أفادت بأن شظايا الصاروخ يعتبر صاروخ مسير، وما يثبت أن هذا الاستهداف قامت به طائرة مسيرة. وأخيرا جريمة البشعة التي ظهرت في مدينة ترهونة، جريمة المقابر الجماعية، هذه الجريمة التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، لأنها تمثل جريمة إخفاق قسري وجريمة تعذيب، وكذلك جريمة حرب، حيث أفادنا مكتب المدعي العام العسكري بوجود 10 جثث تم إيجادها المدة الماضية وهي مكبلة، دليل على أنهم كانوا محتجزين وتم قتلهم وتصفيتهم، وهذا دليل صارخ على انتهاك لمبدأ قانون دولي إنساني، وهو قتل الأسرى والمحتجزين. نحن ندعو إلى كذلك وآخرها هذه الألغام التي لوث بها جنوب طرابلس ومفخخاته، التي أصابت العدد الكثير من المدنيين وكذلك أخصائي الألغام. هذا العمل الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، حيث تم زرع العديد من المفخخات في المساكن المدنيين، وهذا ما يسبب في استهداف المدنيين، وكذلك خرقا صارخا لمبدأ القانون الدولي الإنساني، وهو تقييد أساليب ووسائل القتال. فهذه الأساليب القذرة تعتبر خرقا لمبدأ القانون الدولي الإنساني. نحن ندعو إلى لم الشمل، ونرفض تقسيم ليبيا من أجل شخص أو أفراد. من تورط في دماء الأبرياء فليس له إلا حوار لهاي مع محكمة الجنايات الدولية، حيث أن المحكمة الجنايات الدولية شكلت فريق من المحققين برئاسة السيدة هستر فان بروغان مع محققين آخرين، بالإضافة إلى أخصائية للطب الشرعي السيدة إيفانا. هذا الفريق سيصل المدة القريبة
في ممكن خلال هذا الشهر لبدأ في عمليات التحقيق في المقابر الجماعية، وكذلك سيتم التعامل معهم في مسألة ملف الألغام وكذلك ملفات الانتهاكات الأخرى. ستتخذ الإجراءات، ونحن كجانبنا كلجنة دائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع سنعمل على متابعة هذه الملفات الانتهاكات، ولن نسمح بضياع حقوق الأبرياء الذين تم قتلهم جزافا. نحن في النهاية ندعو المجتمع الدولي لدعم فرق الألغام لإزالة المخلفات الألغام من ليبيا، فهذه عملية ضروري يشترك فيها المجتمع الدولي، لأن هذه الألغام ليس صناعة محلية وإنما جاءتنا من الخارج، فنعمل الدعم في هذا الموضوع. ونشكر سيدي القائد الأعلى وسيدي رئيس الأركان العامة وسيدي وكيل وزارة الدفاع لما بذلوه من جهود من أجل تدليل الصعاب الإنسانية والصعاب العسكرية، وبارك الله فيكم جميعا. شكرا. شكرا جزيلا للدكتور حاتم على هذه الكلمة الطيبة. لعلنا في الخاتمة أيها السادة بهذا المعرض نرسل رسالة قوية، ولكننا نختم بهذه الرسائل أولا إلى أبناء جلدتنا ممن يدعون الكرامة. لقد تكرمتم علينا بالإرهاب واعتديتم علينا ولم نعتدي عليكم، والتاريخ يشهد. ثانيا إلى أعضاء البرلمان الذين يطوفون حول الرجمة، أنتم تتقاضون المرتبات العالية مقابل توفير الحياة الكريمة الآمنة للمواطن الليبي، فإذا كنتم تعلمون بما فعله المرتزقة والعبيد في أحياء جنوب العاصمة وفي بيوت المدنيين فتلك مصيبة، وإذا كنتم لا تعلمون فالمصيبة أعظم. ثالثاً إلى المجتمع الدولي الذين لا يكادون يفرقون بين الحق والباطل، نحن لم نذهب إلى الرجمة وما زرعنا الألغام والمفخخات في بيوت المدنيين، ولكننا دافعنا عن حقوقنا وحرياتنا ورفضنا عسكرة الدولة. أخيراً إلى أهالينا في الأحياء المتضررة جنوب طرابلس، نحن لن نغيب جهداً لنزع الألغام والمفخخات، ونحن على درب الشهداء سائرون، فأرواحنا ودماؤنا فداءً للوطن. إننا يا ليبيا لن نخذلك. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Thank you.
Yeah.
مش
الله يرحمه. الغرض من المعرض والهدف منه هو تعريف الناس وتعريف المجتمع الدولي بمدى المخاطر ومدى كمية التلوث اللي موجودة على الأرض في مناطق جنوب طرابلس من ألغام ومفخات وقذائف غير متفجرة، باش يكون واضح الصورة، تكون واضحة للكل يعني على مدى التلوث ومدى الخطورة اللي موجودة في منازل الناس والمناطق السكنية بالذات. Yeah.